فاطمة، في نهاية هذه الحلقة اللي أنا أشكرك إنك جيت لنا فيها بكل ده هذه الذكريات، الشرف والسعادة لي أشكرك. أنا مدام تقولي إيه جميل. عن الأب وعن الفنان؟ لا يعني أنا عاشقة لوالدي، فعشان كده يعني زي ما قلت لك شهادتي هتبقى مجروحة. أنا بس من خلال المنبر المحترم بتاع حضرتك تفضل. ليا طلب شخصي وطلب أعتقد يعني إن هو هيفيد فن. الفن كله. يعني تفضل. بالنسبة للشخصي، نفسي يطلق اسم حسين رياض على قاعة من قاعات المحاضرات في المعهد العالي للفنون، لأن هو كان أساساً أستاذ زائر، ولأنه كان بيدي محاضرات في المعهد، في فن الإلقاء. ولأن تخرج على دي دفعات كتيرة. صح، وفي قاعة باسم زكي طليمات، ممكن في كمان ممكن قاعة طبعا يبقى فيه باسم حسين رياض. أتمنى طبعا. ده ونتمنى مين رئيس أشرف، أشرف زكي، وأشرف أشرف زكي. زكي. هو العميد، أعتقد إنه العميد، عميد عميد معهد المسرح. ده أتمنى، فنتمنى ان الفنان اشرف زكي طبعا ياريت. ان هو يستمع الى يعني دعوه او طلب مدام فاطمه حسين رياض انه فعلا يطلق هي امنيه قاعه امنيه قاعه ويستحقها طبعا، ويستحقها طبعا طبعا. تاريخ والطلب، الطلب اللي هو للفن بصفه عامه، اني انا بناشد الاعلام والثقافه انهم يتيحوا مساحه زمنيه لإحياء ذكرى الرواد دول. يعني حضرب حضرتك مثال، كان في الراحل العظيم حسن إمام عمر، ده كاتب ومؤرخ فني وناقد عظيم، كان ليه حلقة أسبوعية اسمها النجوم لها تاريخ. طبعا كان كل أسبوع يركز على شخصية معينة، مش ضروري فنان، يعني مبدع في أي كاتب مخرج، ويجيب كل تحليله لتاريخه. عندك حضرتك الإعلامية العظيمة ليلى رستم، طبعا دي كانت عندها قمم. يعني أنا مش فاكر وقتها القمم موجودين، هي دي المشكلة، إن القمم لم تعد لا يعني هي كانت بتلقي الضوء على القمم، لأن أنا مش ناسيها ليه، لأن هي كانت مستضيفة بابا، والذبحة جات له، وبداية الذبحة جات له وهو بيسجل معاه. دي كانت بداية، جاله الألم وقتها ما بانش عليه خالص، وتحمل. أنا اللي حسيت من كتر العرق، يعني أثناء التسجيل، أثناء التسجيل جات له بداية الذبحة. كانوا هوا وكمل مع ايه العظمة دي؟ شايفة الالتزام؟ أنا اللي كلمت ماما، أنت فهمتيها أنت؟ أنا كنت في أسوان وبصيت على وشه، حسيتي؟ حسيت بابا في حاجة. فكلمت ماما وقلت لها، قلت لها بابا مش مظبوط، وحرق فظيع نازل عليه. فهي استنته، راحت استنته ومعاها دكتور مصطفى نيازي، ده كان قريبنا وكان اللي بيباشر زي ما تقول طبيب العيلة، واستنته بيه ونزل، وفعلا اخده، وكانت بداية الذبحة. فأنا بناشد ان يعني القائمين على الاعلام والثقافه يعني اتاحه مساحه زمنيه مقروءه مسموعه مرئيه لالقاء الضوء على الرواد المبدعين، لان دول حفروا في الصخر عشان يكتبوا سطور مضيئه في الفن المصري. وحضرتك عارفه بدايات الناس دي ما كانش الفن بيتبص له نظره طبعا. التقدير والتشجيع اللي هي بيلاقيها دلوقتي. طارق تقول ايه عن حسين؟ اقول 52 عاما ولا يزال الاب هو الاب. اشكرك.